فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله، وإخواننا في المنطقة الشرقية يحملون نقل السلام إليكم. عليكم وعليكم السلام. والسؤال يقول: يوجد في مدينتنا بعض الشباب الطيب الذين يلبسون العمامة خاصة في المناسبات كالجمع والأعياد، وقمنا بالحديث معهم بأن لبسها ليس بسنة، وإنما هذا راجع إلى عرف البلد القاطن فيه، وأنه قد يكون لباس الشهرة وتميز في الوقت الحالي. وكان جوابهم أن هذا لبس الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فعله، فلنا فيه قدوة، والناس لما بعدوا عن الدين استنكروا هذا اللباس. فما رأيكم وتوجيهكم في هذا الأمر؟ حفظكم الله ورعاه. رأينا أن هذا القول يحتاج إلى تعمق في الفقه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة ولبس الإزار ولبس الرداء لأن الناس كانوا يثقل، ومعنى في جنس اللباس أن ما اعتاده الناس ولم يكن محرما بعينه فهو السنة، عرفت؟ أما ما كان محرما بعينه مثل أن يعتاد الناس لباسا ينزل عن الكعب، أو يعتاد الناس لباس حرير للرجال، فهذا معلوم لا يجوز الاتباع. لكن ما كان مباحا وكان من عادة الناس فإن السنة أن تلبس كما يلبس الناس، لأنك لو خرجت عن ذلك لصار شهرة. ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل على أن الرسول أمر بالعمامة، لو أمر بها لعلمنا أنها سنة عبادة، لأن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبادة، إلا في أشياء دلتني على أنها للإباحة، لكن ليس فيه أي حديث يأمر بالعمامة، إنما هي من فعل الرسول لأن الناس كانوا يعتمدون هذا. وقل لهؤلاء الأخوة: إذن البسوا إزارا ورداء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا ورداء ويلبس القميص أحيانا. فنقول للإخوة: إن فعلكم هذا شهرة كما قلت، ولا سيما إذا كان في المناسبات، وكأن الفاعل يقول للناس: انظروا إلي فإني أنا صاحب السنة، ومن ليس على لباسي فليس على سنة. هذا مقتضى، هذا لسان حاله، وإن كان لا يقوله بلسان المقال لكن يقوله بلسان حاله. فنصيحتي لهم أن يلبسوا كما يلبس الناس. وها هم علماؤنا السابقون واللاحقون، ما رأينا أحدا منهم يفعل ذلك، وهم على جانب من الصلاح والتقى والعلم والحرص على التمسك بالسنة، وهم أفقه من هؤلاء بلا شك. نعم. بلغهم أننا نشكرهم على حرصهم على اتباع السنة، ولكن نحب أن يتعمقوا في السنة أولا، ويعرفوا ما يريده الشرع من اتحاد الناس واتفاقهم وعدم اختلافهم حتى في الزي. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهرتين من اللباس: شهرة الإخفاء أو شهرة النزول.